بسم الله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. أول شيء أحب أذكركم بصلاة والاستغفار باليوم الفضيل يوم الجمعة. الشيء الثاني، بعد مشاورة وزير الأوقاف محمد الذهلي قررنا أن تكون الحلقة الآن، لأنه اليوم في ضغط فقرات، فأفضل وقت تكون الآن علشان باقي الوقت نرتاح ونأخذ راحتنا. بنهاية كلامي أحب أذكركم بالأذكار، أقرأ أذكاركم. الله يكتب أجل الله خير، أحسنتم على اختيار الوقت. رقيم مسابقة بعد المغرب، حلو. ركيم